دكتور، أنا بالقسم الثاني من القنديل بدي أتوقف عند أهم كتبك مؤلفاتك. يعني خلينا نبدأ في البحث عن منقذ، وهو عنوان لافت يذكرنا بانتظار جودو، يذكرنا بالأساطير الدينية، يعني المهدي المنتظر وإلى آخره من هذه التسميات. كأنك تقول بأن الوضع سيستمر لفترة طويلة جدا، الوضع المأساوي للبلدان العربية يعني، وقد لا يأتي هذا المنقذ. نعم، اللي كتبته أنا في بداية الكتاب وحتى في الخاتمة إنه الشعوب الجاهلة تنتظر منقذ من الخارج. أتذكرها في المقدمة، مقدمة الكتاب، وأنا شاب صغير لعله، وما حد طلب مني أبدل هاي العبارات لعله، وكتبتها بشكل عفوي لعله. في لحظة من اللحظات كتبت المقدمة والناس اللي شافوها أصدقائي قالوا ممتازة، لا تبدل فيها أي شيء. فكتبت أنا الشعوب الجاهلة المغفلة بما معناه تنتظر النصر من الخارج. الشعب الواعي ما ينتظر النصر من الخارج، النصر من الداخل. أنت تنتصر على نفسك، أنت تنتصر على ذاتك، أنت تنتصر على رغباتك وعلى الجوانب المتوحشة البربرية فيك إلى آخره. فأنا اللي كتبته ما كنت أتوقعه لهالله لا. ومن بالمناسبة ساعدني في نشره صادق جلال العظم الله يرحمه، أستاذي صادق، أستاذي، لأنه استقبلني في بيته 40 يوم في بيروت لهالله لا. من أنا كلمته قلت لي ما عندي فلوس أجي لبيروت، قال لي ما تعال بس ادفع الطيارة، ما لك شغلة أنت يعني، أنت حتى تعيش معي في البيت. وقدمني إلى ابن رشدي الأخير، ما تحب التفاصيل هذه، بس قصدي أنه البداية بدأت بهذا الشكل. يعني أنا كنت جريء جدا، وواضح أنه نهج الكتاب كان بي حتى يعني الماركسية كانت واضحة فيه، لأنه لازلت شاب صغير ولازلت متأثر بهذه الأيديولوجية. ازدادت الجرأة عند مهدي فالح بمقالة في السفالة، كتاب مقالة في السفالة، مقالة في، وهو يعكس مدى نقمتك على بعض الأنظمة العربية يعني. نعم، مقالة في السفالة الحقيقة في الآن بعيد النظر فيه أنا، وأضفت فقرة صغيرة من رواية ويليام فوغنر لدلزي. دلزي هي الأمرأة السوداء الزنجية، قالت عبارة غاية في الخطورة، قالت لقد رأيت البداية والنهاية. في المقدمة الثانية، وأسمع لنفسي أقولها أمامك الآن أستاذ أكرم، لقد رأيت البداية والنهاية، رأيت كل شيء. نعم نعم، رأيت، إذا ولو العنوان صادم مقالة في السفالة، بس رأيت هذا التحولات اللي صارت، وأنا الآن تجاوزت 70 عاما. شفت مو في العراق، لأن ما يهمني بس العراق، كنت أنظر إلى سوريا، كنت أنظر إلى صار في لبنان، في مصر، في الجزائر، في المغرب، إلى كل هاي البلدان. شفت أنه في انتكاسة خطيرة جدا. هذا الوعي اللي كان يعني كنا نشوفه لهذه الكتابات وقراءات وفي نشاط، وإلى بدأ يتدهور. الله لا، أصبح الإنسان الواعي خطير على السلطات، هذه يجب التخلص منها. الله لا، يعني صدام حسين على سبيل المثال ب 68 78 على سبيل، أنا خرجت من مطار بغداد بشكل رسمي، خرج وخرجوا آلاف العراقيين، كل أصحاب الوعي في العراق، صدام حسين سمح لهم أن يخرجوا، معنى ذلك تفريغ البلد من طاقاته، من العقول، وهو أهم رأس مال. يعني ليس الرأسمال الاقتصادي هو المهم، بالعكس، وهذه سفالة كبرى هذه سفالة كبرى طبعا أكيد.